أقيم أمس الأربعاء 2 أكتوبر 2019 ورشة لأهم صناع الشعر الصناعي بالعالم، هي الباروكة يعني، برعاية سيدة التجميل ميرفت عطلة بشراكة مع زوجها الحسيني مهدي. حضرها عدد من الفنانات منهم رجاء الجداوي وسهير رمزي وشهيرة. وقام خبير صناعة البواريك اللي هي جمع باروكة وعلاج تساقط الشعر ألكسندر ترنوبل بتجربة بعض البواريك على الفنانات منها بألوان غريبة. هنا سهير رمزي مع شهيرة وهنا ديبوسي شلبي. ايه رأيكم؟ البواريك لايقة عليهم؟ دي رجاء الجداوي وهنا سهير رمزي وشهيرة. لقطة تانية هنا شهيرة. شاركونا في التعليقات ايه رأيكم؟ انهي اجمل باروكة؟ بوسي شلبي ورجاء الجداوي؟ وهنا شهيرة سهير رمزي. دول جانب من الحضور. وهنشوف برضو آخر مرة ظهروا فيها شهيرة وسهير رمزي بشعلة الممثلة المعتزلة شهيرة ضيفة على الإعلامية رغدة شلهوب في برنامجهما فحص شامل مساء الأربعاء 15/2/2017 على شاشة تلفزيون الحياة، وقالت فيه أجرأ تصريحاتها. وخلال الحلقة أدلت شهيرة بعدة تصريحات عن حياتها الشخصية ورغبتها في العودة للتمثيل، وقالت: زواجي من محمود ياسين تسبب في قلة نجاحي، حيث أنه كان في هذا الوقت هو المتصدر الساحة الفنية، وهو من كان يرشح البطلات التي يقفن أمامه، وكان يرفض ترشيحي بحجة أنني زوجته. محمود ياسين فوجئ بقرار حجابي واعتزالي الفن، وقال لي: هذا قرار صعب، إذا اتخذتيه لن تتراجعي عنه. الله هو من له الفضل في ارتداء الحجاب، وكنت وقتها متعاقدة على أعمال فنية. تحدثت مع سهير رمزي قبل أن ترتدي الحجاب، وقلت لها كلمتين، ثم وجدتها تبكي، ثم ارتدت الحجاب، وأنا أعطيت دروس كثيرة في الدين، وكنت السبب في ارتداء الكثير من الفتيات للحجاب. لم أتحدث مع ابنتي رانيا على الحجاب، ولكنها محتشمة ولم تلبس ملابس عارية أبدا. هنا مع سهير رمز. أنا شهيرة بيانا أمس للرد على الهجوم الذي نالته إثر ظهورها في إحدى الصور بدون حجاب بصحبة الفنانة سهير رمزي ومصمم الأزياء هاني البحيري. وقالت خلال البيان أنها تراجعت عن خلع الحجاب ليس خوفا من الهجوم المبالغ فيه، ولكن منعا للفتنة. واستشهدت شهيرة خلال البيان اللي هنشوفه كمان شوية بآية قرآنية من سورة النور، فسرتها على أنها تحلل للسيدة المتقدمة في السن أن تتخفف من الملابس دون تبرج. وعبرت شهيرة عن اندهاشها من اللغط الذي أثير حول صورتها التي ظهرت فيها بدون حجاب، وتعجبت من المشاهدات الكثيرة التي حققتها الصورة بعد نشرها بدقائق، كما وجهت الشكر لكل من دعمها في أزمتها الأخيرة. وإلى نص البيان. الحقيقة مش عارفة أبتدي منين. أولا أشكر كل الناس اللي وقفوا جنبي ودعموني وأمطروني بكلمات رائعة عن شخصيتي كإنسانة وفنانة ملتزمة طيلة حياتي حتى قبل الحجاب. وقد تأثرت جدا بكم الحب والتقدير الشخصي الضعيف ولأسرتي بأكملها رغم بعدي عن جمهوري أكتر من 20 سنة. هرجع أتكلم عن الحجاب، وليس الحجاب بالكامل بل غطاء الرأس، لأن الحجاب ليس غطاء رأس فحسب بل هو جزء منه، والباقي جسد المرأة وسلوكياتها ومعاملاتها واحتفاظها بالحشمة والاحترام. إذا من وجهة نظري وقناعاتي إني ما زلت محجبة إلا من غطاء الرأس الذي يعتبره العامة ومن ليس لهم ثقافة دينية أنه هو الموضوع وبعد كده مفيش حاجة تهم.
واستكملت شهيرة في بيانها الذي نشرته على صفحتها على الفيسبوك: أرجع لليوم اللي رحنا فيه أنا وصديقتي سهير رمزي ليوم خيري لصالح مستشفى أبو الريش وغيرها. وتشرف على هذا اليوم نساء مصريات وعربيات، ودخلنا القاعة وليس بها رجل واحد، وكنا نعرف هذا، ولذلك تخففنا من غطاء الرأس مع الالتزام بالحشمة المطلوبة، وأخذنا صور مع بعض إلى أن ظهر هاني البحيري مصمم الأزياء، وجاء ليشتري ملابس للتبرع بداخلها للمستشفى، وأخذ معنا صورة للذكرى. وكنت أرى أن السيدة عندما تكبر من الممكن أن تتخفف في ملابسها، نظرا للآية التي في سورة النور عن القواعد من النساء اللائي كبر سنهم فلا يطمعن في الزواج والإنجاب، فلا حرج عليهن أن يضعن ثيابهن اللي هي الثياب العادية بدون تبرج، والمقصود عدم كشف جزء من جسد المرأة وخلافه. وفي آخر الآية: بالرغم من أن الله أعطاها أن يستعففن خير لهن. وأنا كنت دائما أحب نهاية هذه الآية، ولهذا قررت أن أكون في زمرة من يستعففن، فأنا منهم ولم لا. وتتابع شهيرة: أرجع للبس غطاء الرأس الذي ليس له شكل معين في الإسلام. أصدقائي الأعزاء، لا تظنون أني تراجعت خوفا من الهجوم المبالغ فيه، فهو كان من تركيبات وشخصيات مختلفة وغريبة عن الدين، ولكن داخلين للشتيمة والافتراءات والهجوم. قد حدث وانتهينا، ولكن من منا لم يتعرض للهجوم في حياته من أول الرسول إلى ولي الأمر وراعي البلاد؟ ما هذا العبث والفراغ العقلي؟ وقد ذهلت واندهشت أن نسبة مشاهدة الصور تعدت 30 مليون مشاهدة. يا الله، ليه ده كله؟ ولكن في النهاية أصل إلى أن الفنان محل اهتمام الجماهير، وكم هو مؤثر في مجتمعه وهو القوة الناعمة فيه، خاصة إذا كان هذا الفنان يتمتع بسمعة طيبة. ما أزعجني جدا أن ظهوري من غير غطاء الرأس غير المقصود يومها أن يكون سببا في إحداث فتنة، وربما يتبعني بنات وسيدات. انزعجت جدا لما سمعت من البعض أن أكون سببا في ذلك، وأنا في بعض السنين كنت داعية للنساء بالالتزام والطاعات لله، وكان يتبعني عشرات وعشرات، وأصبح الآن بمفهومهم الخاطئ عكس ذلك. حاشا لله، لم ولن أكون أنا غير أنني قدمت برنامجا دينيا من إخراج عمر زهران من 10 سنين، حاز إعجاب الجماهير ولفت الأنظار حتى في أوروبا، وجاءت لي في بيتي القناة الثانية الفرنسية وسجلت معي حديث طويل، وطلبوا مني تصوير إحدى جلساتنا الدينية ولكنني اعتذرت. وأيضا قناة البي بي سي جاءت إلى بيتي لتلقي الضوء على فنانة أثرت بحادثها على الجاليات العربية في الخارج، وكنت أتلقى مكالمات من هناك لتقول لي بعض السيدات على سبيل المثال، تقول وهي تبكي: أنت غيرتي حياتي. وأنا أبكي معها، لا أستطيع أن أنسى هذا أبدا، هذه الخطوات المضيئة في حياتي، فكيف أكون اليوم سببا في فتنة لن في فتنة البعض؟ لا، لن أكون هذه السيدة بعد كل هذا. وأخيرا أصدقائي، وجدت أن الأزهر الشريف قد لفت نظره هذه القضية، وعلق مؤخرا في أكثر من برنامج أن المرأة فتنة في كل سن، وليس عليها أن تنزع غطاء الرأس تماما، وعليه أنا أحترم رأي الأزهر، ولا يزعجني إطلاقا أن أرجع لغطاء الرأس بالشكل الذي أحبه. ورأي الأزهر على رأسي. شكرا لكل من هاجموني ومن دعموني بالحب والتقدير، وربنا يتقبل منا صالح الأعمال. وده البيان من 15 ساعة فقط لشهيرة حمدي على فيسبوك. تزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وتم الزفاف في أكتوبر 1970 بعد خطبة دامت 9 أشهر، أي أن زواجهما دام لحوالي 45 سنة. ده محمود ياسين فنان قدير، من فرحه عمر الشريف كان حاضر. وأنجب محمود ياسين وشهيرة الممثل عمرو محمود ياسين، والذي تزوج الإعلامية آيات أباظة، كما أنجب الممثلة رانيا محمود ياسين، والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.
أنا في شبابه محمود ياسين وشهيرة، أنا عمرو محمود ياسين في الطفولة، أصبح ممثل معروف عمرو محمود ياسين. أنا عمرو محمود ياسين وزوجته آيات أباظة، إعلامية مشهورة برضو. أنا داليا البحيري وسهير شلبي وشهيرة وآيات أباظة. أنا مع مراته، ويبدو أن حب الفنان المصري عمرو محمود ياسين لزوجته الإعلامية آيات أباظة بدأ في سن مبكر، حيث كان معا في الصف الثانوي. عمرو كشف عن صورة له في الثانوية مع زوجته ونشرها على حسابه عبر موقع الفيسبوك، وعلق عليها قائلا: في أولى ثانوي، السنة اللي عرفت فيها مراتي آيات أباظة، كنت لسه منقول. هما الاتنين اللي عليهم العلامة الحمراء. كنت لسه منقول مدرسة دار التربية لمدرسة الحرية، أنا ومحمد وجيه الله يرحمه. أنا في النص بالظبط، ومراتي قاعدة في الصف الأولاني قدامي بالظبط. عمرو محمود ياسين لديه ولدين من آيات أباظة، وقد احتفل منذ فترة بزواج شقيقتها هنا. لو أعجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكم.